ابن باز رحمه الله. هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان وإحياء هذه الليلة؟ لا يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وليس له أصل، ولا ليلة 27 من رجب اللي يسمونها ليلة إسراء المعراج، كلها بدعة. لا يحتفل بليلة النصف من شعبان ولا ليلة 27 من رجب، كل هذا من البدع التي يحدث فيها الناس. وهكذا الاحتفال بالمولد النبوي بدعة، لا يجب الاحتفال بالمولد النبوي ولا بليلة النصف من شعبان ولا بليلة 27 من رجب التي يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، كل هذا بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا صحابته رضي الله عنهم ولا سلفه الصالح في القرون المفضلة الثلاثة، بل هذا مما حدثه الناس، نسأل الله العافية.